هذا الروبوت عندنا برنامج لا معين في الجهاز عن طريق وايرلس، تقدر تتحكم فيه باي حركه تبيها من طريق البرنامج، هو على طول ينفذها لك جميع الوظائف. تبي يسلم، تبي يتحرك، تبي يمشي يرجع فوق تحت، يجيب لك اي شيء عادي يقدر يتحرك. والله هي كل حركه تسويها لك لها برمجه معينه وياخذ وقت طويل. يعني روبوت مطافي، هذا الروبوت يعمل على تحسس الغازات، فيتحسس الغازات في الجو، فإذا تحسس الغازات الجو وكان معدلها زايد على المعدل الطبيعي ممكن أنه يتخذ أكشن معين أو رد فعل، يطفي الغازات. بس قبلها ممكن يعطيك ألارم أو يعطيك إنذار للمنطقة المحيطة، فإذا ما كان في تجاوب من المشغلين ممكن أنه يسوي أكشن بشكل فردي وبشكل اوتوماتيكي وظرف ثواني. هو يتحسس اكثر من غاز خطر، ممكن يتحسس اول اكسيد الكربون او يتحسس الهيدروجين عن طريق برمجه معينه، ممكن ان احنا نقدر نخلي يسوي اكثر من عمليه.